النشاط ديال اليوم اللي هو كاين جوج الانشطه. النشاط الاول هو مهرجان الماراثون ديال المدينه العتيقه، الاساس ديالو هو رياضي ثقافي تربوي. الدور ديالو الاولاني هو نحاولوا اننا نحببوا الناشئه والاطفال بالرياضه. الحاجه الثانيه هو يكون عنده واحد الطابع سياحي باش يعرفوا المدينه العتيقه وما اتي الرياله وشني فيها. اذا لاحظتي كنقسموا الاطفال على مجموعه المجموعات، وكل مجموعه كيقودها واحد القائد، وفي كل مكان كيمشيو يزوروه الا وكيجبروا واحد 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 رئيس المركز اللي كيعطيهم ديك التنقيط وكيقول الساعه اللي وصلوا فيها، باش كيدوزوا على جميع المرافق والمناطق اللي كتحيط بمدينه قزنطينه، كتبدا من حافه وانتهى هو حتى كتوصل لبرج الحجوي. اذا هذه واحد العمليه اللي هي مهمه للتعرف على المدينه العتيقه في ظل الهيكله ديالها الجديده والتطور ديالها الجديد بعد الهيكله ديالها في العنايه الساميه ديال صاحب جلاله. بالنسبه للمشاركين كاين شباب وشابات من طنجه وكاين الزوار، هذه هي اللي فاجاتنا. كاين واحد مجموعه ديال الاطفال والشباب اللي هما مشاركين في المخيمات اللي ملي شافوا الاعلان حتى هما جاو. اذا كانت هناك مشاركه يعني مختلطه، وهدف صالح مدينه طنجه، لان الهدف الاساسي شنو هو؟ هو الترويج للمدينه العتيقه والدور ديال المدينه العتيقه. كذلك هذا الكرمس هذا هو بغينا اننا هاد الاطفال هادو يكون عندهم واحد الحس مقاولاتي، لان دابا الحمد لله السياسه ديال الدوله مش شافت تشجيع المقاولات والمقاولين الذاتيين. حاولنا ان هاد الاطفال دابا نعطيهم ديك الاهتمام يعني بالمقاولات الذاتيه باش يكونوا احسن خلف لاحسن سلف. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي هيثم الزراد، عمري 9 سنوات، من مدينه فاس. جيت دوس المخيم ديالي مع جمعية النجوم، جمعية زوينة كتحترم، الأطر ديالها زوينين. جيت نستكشف مدينة فاس، مدينة طنجة، مدينة زوينة، ملعب مارشان، مقهى الحافة، برج النعامة، عجبتني بزاف. سميتي كوثر زريون، في عمري 15 عام، من فاس. قبو الرومان، مقهى الحافة، ساحة 9 ابريل. البلاصة اللي عجبتك اللي مشيتي لها وعجبتك بزاف؟ مدينة قديمة. من هنا مشينا داروا لنا واحد المسابقة، كنمشيو كندورو عند كل مؤطر كيبقى يسولنا شي اسئله وحنا كنبقاو نجاوبوا عليهم باش كيسني لينا باش كندوزو للمؤطر الاخر. في الاخر جينا لهنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.